إيجابية إقليمية عليه. طب ما تقول لسيد مخيل عفوا قبل أن تكمل لو سمحت لي، من هنا يعني ننطلق إلى ماذا تريد واشنطن من الإدارة السودانية حتى تتمكن هذه العلاقة من العودة إلى طبيعتها وترفع العقوبات؟ هو أولا المطالبة بتحسين الموقف في دارفور، لأن هي نقطة البداية لأوباما ومن سيأتي بعد أوباما هو دارفور. فهناك جدل حول دارفور، هل ما يمارس هناك أو ما يعني تم في خلال السنوات الماضية هل كان نوع من الإبادة الجماعية؟ وإذا كان هذه إبادة جماعية هل هي مستمرة وبأية صورة؟ فأعتقد أن دارفور هي النقطة الأولية. الأمر الآخر هو العلاقة ما بين الشمال والجنوب، لأن أعتقد أن السودان يعني لن يصنف حاليا أو يعني قضية الإرهاب مش هتكون قضية أولوية في العلاقات ما بين واشنطن والخرطوم. نعم. السيد أتيم جارانج نائب رئيس البرلمان السوداني، طبعا أنتم درستم استراتيجية، كيف يمكن تقييم رأي الحركة الشعبية فيما يتعلق بهذه الاستراتيجية؟ نعم، أولا استراتيجية أوباما كما ذكرتم أنتم تركز على 3 أهداف، حل قضية دارفور وتنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب والعمل نحو إنهاء أي وجود لعناصر إرهابية في السودان. القضيتين الأولى هي قضايا سودانية بحتة. فحل قضية دارفور الولايات المتحدة ترى أن هنالك 4 نقاط يجب أن نرتكز عليها حل هذه القضية. النقطة الأولى هي أن يجنح المقاتلون أو الذين يحملون السلاح إلى حل هذه القضية سلميا، هذه شيء واحد. والولايات المتحدة تحاول أن تقنعهم على أساس أنه حل القضية لابد أن تكون سلميا. الشيء الثاني وأنه الولايات المتحدة قالت هتأيد أي مفاوضات أي مبادرات للمفاوضات لحل القضية. النقطة الثالثة تحت حل قضية دارفور هي أن القضية لابد من محاسبة أي شخص يعني ارتكب أي جريمة أي خطأ في أثناء الحرب في دارفور. النقطة الأخيرة الرابعة في رؤية الولايات المتحدة في استراتيجيتهم نحو دارفور هي الوضع الإنساني وتحسين أوضاع المدنيين، وهنا يأتي نوع من التحديد المبطن لأن على كل الموجودون في دارفور سواء كان الحكومة أو المتمردون أن يلتزموا بمساعدة القوات الإفريقية المطعمة بالقوات الدولية الموجودة لحماية المدنيين، ومن لا يعمل لمساعدة هذه القوات فإن الولايات المتحدة ستكون لها يعني عقوبات على من يخالف ذلك. هذا بما يختص بدارفور، ونحن نرى الآن هذه قضية سودانية، فإذا أننا التزمنا كسودانيون لحل هذه القضية فأكيد الولايات المتحدة ماذا عنكم أنتم الحركة الشعبية هذه شبكة. القضية الثانية هي قضية تنفيذ اتفاقية السلام، وهي أيضا نعم ماذا عن أيضا الشمال، يعني كنت في صدد الحديث عن ذلك، تفضل. نعم أنا بتحدث الجزء الثاني من استراتيجية الولايات المتحدة هي تنفيذ اتفاقية السلام، وهي أيضا قضية سودانية لا يختلف فيها شخصان، تحقيق وهي تخفيف الاحتكام في المناطق 3 اللي هي جبان النوبة والنيل الأزرق وأبياي، وده هذه حقيقة المناطق دي محتقنة وبذات أبياي ولدرجة ما منطقة جنوب كردفان. أيضا عملية تنفيذ ما يتبقى من اتفاقية السلام. نعم طيب. أيضا وضع آلية لما بعد الاستفتاء لتقسيم الثروة، لأنه بعد الاستفتاء سنة 2011 ما ليس هنالك من يعلم ماذا ستكون النتيجة، فإذا كان النتيجة أنا جنوبينا قد صوتوا على انفصال فلا بد من ترتيبات من الآن لكي لا يحدث أي عوامل غير مرغوبة. سيد جارانج في هذه النقطة بالتحديد يعني نقطة الاستفتاء، هل ترى نعم. أن الاستراتيجية أوباما تشجع الحركة الشعبية على الانفصال، هي يعني دعت وبشكل واضح من جانب رئيس الحركة بأن يكون هناك تصويت على النعم للانفصال في الاستفتاء 2011؟
ليس هذا، لم يقل صنف هذه، نقل الكلام في سياق يختلف عن ما أذيع من وكالات الأنباء. لكن الولايات المتحدة كما ذكر الأستاذ ميخائيل، الولايات المتحدة لديها أغراض وأهداف إقليمية في إفريقيا، والسودان تجاور ما يزيد عن أو تجاور 9 دول، وبالتالي يهتم باستقرار السودان ووحدة السودان، لأن الولايات المتحدة يمكن أن يستفيد من هذه الدول 9 بصورة أفضل إذا كان السودان موحدة ومستقرة. ولكن الولايات المتحدة ترى أن ما حدث بين إثيوبيا وإريتريا يجب أن يتفادى في أي قضية أخرى في المنطقة، في الإقليم بالذات، يعني نفس الإقليم حصل فيه قضية إثيوبيا وإريتريا لا يمكن أن يسمح لها أن تتكرر في أي جزء آخر من هذا الإقليم. وبالتالي الولايات المتحدة لا يشجع، إنما يقول للسودانيون أنتم عملوا احتمالات، السيناريو الأولى هي سيناريو الوحدة، إذا نجحت فبها، لأن أهل السودان دائرين طيب. ذلك يا سيد، وإذا جلعني. لم ينجح وكسب الانفصاليون الدولة فيبقى على الناس أن وزيرة الخارجية سيد جرانج هيلاري كلينتون كانت واضحة عندما سئلت عن هذه النقطة بالذات بعد إعلان الاستراتيجية، فقالت بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تدعم قيام دولتين إذا اختار الجنوب الانفصال، يعني هي تؤيد أيضا الانفصال. هل ترى بأن هذه الاستراتيجية التي أعلنها أوباما قد تساهم بشكل أو آخر في تحديد الخيار المطلوب في الجنوب سلفا؟ لا، 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 لن تقول هذا، ما قالتها واضحة جدا، قالت أننا هذا ما قاله رئيس الجمهورية عمر البشير من قبل، إذا اختار أهل الجنوب فإن أهل الشمال سيؤيدون دولتهم، فهذا ليس جديد، قالوا رئيس الجمهورية هنا، فليس سياسة أمريكية، الأمريكا يقول أننا إذا اختار الجنوبين، إذا اختاروا فإنهم سيؤيدون قيام هذه الدولة. طيب، الدولة. طيب. أنتقل إلى سيد كمال لو سمحت لي، كمال حسن علي، طبعا المطلوب هو التغيير في الأسلوب التعاطي أو في النهج التعاطي حزب المؤتمر الوطني مع القضايا الداخلية، إذا تحدثنا عن دارفور وتحدثنا عن الجنوب، أبقى في نقطة الجنوب هنا، هل ترى بأن يعني قرب الانتخابات الموجودة، قرب الاستفتاء، تزامن مع إعلان طبعا استراتيجية أوباما، هل ترى بأن السودان يتعرض فعلا للضغوط من أجل أن يصل إلى مرحلة قد تهدد مصيره، مصير وحدته بالخطر؟ هو حقيقة كما قلت لك من قبل، الأجندة الأمريكية أجندة متحركة، لكن واضح جدا أنه جزء منها أساسي هو يعني توجيه الضغوط للحكومة السودانية من أجل محاولة يعني إخصاء الحكومة من الحكم يعني. فواضح أنه بتستخدم كثير جدا من الوسائل، يعني استخدمت من قبل الدعم المباشر للحركات المتمردة، استخدمت الحصار من دول الجوار، استخدمت الحصار الاقتصادي والدبلوماسي، استخدمت المحكمة الجنائية الدولية أيضا من أجل التأثير على الوضع السياسي الداخلي. فأنا أفتكر أنه يعني السياسة الأمريكية بتحاول، صحيح هي يعني ما بي يعني تصرح بصريح العبارة يعني أنها هي ضد هذا النظام أو يعني تزعل من أجل إصغاد هذا النظام، لكن حقيقة سلوك الإدارة الأمريكية استخداما لهذه الوسائل يشير بما لا يدعم للشكل أنها تحاول أن تؤثر على الداخل السوداني من خلال هذه السياسات. والدليل على ذلك أن العقوبات الموجهة للسودان موجهة لشمال السودان، يعني ليست موجهة لجنوب السودان، يعني هنالك يعني تداول وتعاطي إيجابي مع الحركات المسلحة في دارفور، يعني لأنه افتكر أنه كثير جدا من الإشارات السالبة تأخذها هذه الحركات المسلحة لتمتنع عن الجلوس للمفاوضات في طيب، اسمح لي أنتقل إلى سيد نبيل مخائيل، هل فعلا المطلوب من استراتيجية أوباما الآن، المطلوب من النظام السوداني أن يغير نهج التعاطي، أن يغير على المستوى المحلي على المستوى الإقليمي حتى ترضى عنه الإدارة الأمريكية وبالتالي تضمن وحدة السودان وإلا